هو انتي مالكه ايدك يعني من الارض دي؟ مرحبا بيبي. هو انت لسه هبل كده؟ طيب زي زمان بقول لك كتبها باسمي. وبعدين بس كده احكي لك قصه. في مره كده، ما تبصيش كده، في مره كده بجد والله، في مره كده باسم قفشته مع واحده من بنات الشمال دول اللي زي العاده يعني. كويس. المهم كانت خناقه كبيره جدا، سبت له البيت وقتها، قعدت بتاع شهر شهرين مش قادر يوصل لي عشان بقى يثبت لي ان هو بيحبني وان انا مش قادر استغنى عني والكلام ده كله، راح كاتب لي الارض دي باسمي.